المشروع كان جزء من برامج الحماية الموجودة بمنظمة بنفسج. الفئة المستهدفة كانت اليافعات. تم اختيار فن الجورنال لأنه هو شيء من الفنون الإبداعية. جزء من المعرض أيضا كان فن الفسيفساء، ولأنه الناس ما بتعرف بالضبط أنه هي الأرض هي عمرها مئات آلاف السنين، كان في الذاكرة السورية. حاولنا ناخذ يعني جزء من الأوابد بسوريا لحتى يتذكروا الناس أنه لا، الأولاد في المنطقة الموجودين اليوم اليافعين ولا الكبار ولا الصغار هن جايين من حضارة ممتدة. فن الجورنال عبارة عن ارتباط بالمذكرات اليومية وبالجرائد، فبيحكي سرديات بين الماضي والحاضر لتعبر عن بكرة ولنشوفها كمان بالمستقبل. فعبارة عن تجميع أفكار له عدة أنواع، منها فن الجرائد الملونة، عندك فن التاريخ أو فن المذكرات. أسقطنا ضوء على مجموعة من المواضيع، حكينا بلوحات عن الفنون الشعبية، حكينا شيء للبنات الصغار، لوحات كثير لطيفة، إضافة لقسم خاص بفلسطين. الفن اللي عم اشتغل فيه وفن صناعة المجسمات، هلا هي اكثريتها من الاثار البلاد سوريا، تركيا، الاردن، المعالم الاسلاميه مثل ايا صوفيا بتركيا، الجامع الاموي بدمشق. فاي منطقه اثريه، كل منطقه اخذنا منها معلم اثري واشتغلنا عليه.